السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الطرب المشوي على الفحم، أحلى طرب بأمر الله. دوت كيلو لحمة مفرومة، ودي المكونات اللي هحطها على الطرب: بصلتين كبار متقطعين أي حاجة، 4 فصوص توم، قطعة دهن تلية اللي هي بتاعة الخروف، بيضايه، التوابل، 3 معالق دقيق، 3 معالق خلطه كفته، الدقيق وخلطه الكفته بمعلقه كبيره. اما التوابل: معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه كزبره ناشفه، معلقتين فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه بابريكا، معلقه ملح. كل التوابل والملح بمعلقه صغيره. وبعد كده هنبدا بسم الله. ودي الكبه اللي هفرم فيها البصل، هقطع قطعه الدهنه كده فيها واحط البصل، وهحط البيضايه مع البصل، وهفرم كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا. وبعد ما فرمت كل المكونات مع بعضها كويس جدا، بعد كده هحطها على اللحم. وبعد كده هحط التوابل، وبعد كده هقلب كل المكونات دهيت في اللحم. وبعد كده هقلب المكونات دهيت كويس جدا بإيدي. وادي اللحمة بعد ما وزعت فيها كل المكونات كويس جدا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ودي البلانشة اللي هقطع عليها المنديل، ودوت المنديل اهو. طبعا لو في اي قطع تخينة بنشيل قطع زي دي كده بنشيل. اللي زي دي كده عادي برضو بنلفه، مش تخينة قوي. وبنروح لفين المنديل كده زي ما يكون بنلف ورقة المحشي وبنقطعها. وبعد ما قطعت المنديل بالشكل دوت، طبعا بنقطع القطع على قد الطرب. وبعد كده بروح حاطه قطعة الطرب كده، وحط فيها قطعة الكفتة اللي عملناها مع بعض كده. وبعد كده بنقفلها كده اهو. ولو في حاجة زيادة بندخلها من هنا كده. وطبعا لو عايزين الطرب كبير عن كده بتقطعوا قطع المنديل كبيرة شوية. وادي الطرب بعد ما لفيته اهوت بالشكل دوت. وطبعا قطع المنديل المتقطعة الصغيرة عملتها كور كده، حطيت فيها قطعة اللحمة ولفتها كده. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وطبعا لو فاض مننا لحمة من اللي بنعمل بها الطرب، بنعمل بها كفتة على الاسياخ، بتبقى خيال. وبعد ما حطيت الطرب على الاسياخ هدهنه مية بصل. وبعد ما دهنت الطرب بمية البصل، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وادي الطرب بعد ما حطيته على الشواية، طبعا بنحط قطعة فحم على البوتاجاز، واما بتولع بنحطها على الفحم بتولعه بالشكل دوت. وطبعا وبهواية وبنهف على الفحم عشان يولع معانا. والطرب بيتشوي على الشواية بنهف عليه عشان يستوي كويس. وطبعا بعد ما بنشوي الطرب بنطفي الفحم بشوية مية، وطبعا بينشف وبنستعمله مرة تانية. وكده الطرب استوى وبقى روعة، هشيله من على الشواية. وما تنسوش تطفوا الفحم. وادي الطرب بعد ما شويناه على الفحم، طبعا هو بيتشوي على الفحم، كل ما يستوي من ناحية بنقلبه على الناحية التانية كده، بنلف السيخ كده على كل ناحية لحد ما الطرب يستوي من كل ناحية، وما نحرقوش وما ننشفوش عشان بيبقى لذيذ جدا، وهو بيبقى طري شوية كده. وبعد كده هنفضيه في السيرفيس. وطبعا لو مش عايزين تسووه على الفحم بتحطوه في صينية وبتحطوه تحت الشواية في البوتاجاز، بيستوي وبيبقى روعة. وبتحطوا الطرب في صينية وما بتحطوهش على الأسياخ. اعملوا الطرب المشوي بطريقة أم أحمد وبأمر الله خيال،
ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، احبكم في الله، الف هنا وشفا، شير في الخير، نلتقي في فيديو جديد.